قد سمعت عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لصوت الوحي؟ إيه نعم، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الوحي وصف دقيق، وكانوا حتى الصحابة رضي الله عنهم يسمعون للوحي صوت، كانوا يسمعون صوت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. ومو بس كذا، فأول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوق ناقته، صرفت هذه الناقة تصرف غريب جدا. وفي هذه القصة عائشة رضي الله عنها ما لقيوها تماما، حتى ان جيش كامل يدور عن عائشة رضي الله عنها، دوروا عنها في كل مكان بس ما لقيوها، وصارت في المدينة فوضى وفتنة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر. كل هذا بالناقشة بإذن الله في قصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كل عام وانتم بخير مقدما، ومن العايدين والفايزين يا رب العالمين. قصة اليوم للأسف راح تكون على جزئين بسبب انها طويلة وفيها أحداث كثير جدا ما قدرت أغطيها في مقطع واحد. الجزء الثاني ممكن يكون بعد العيد، فما أدري متى راح يكون بالضبط، هل راح يكون الجمعة أو بعدها بشويتين. المهم اني راح أعطيكم الخبر يا في اليوتيوب أو في باقي السوشيال ميديا، فإذا أنت ما أنت متابعني في السوشيال ميديا تابعني، كل اللي عليك فقط تكتب أنس أكشن وبإذن الله أطلع لك. خذ لك شيء تأكله وبسم الله نبدأ. زي ما قلنا في القصة اللي راحت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بني المصطلق، قبيلة كذا قررت في يوم من الأيام أنها تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وتهجم على المسلمين في المدينة، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النصر حليف المسلمين. ووقتها أسر الكثير من مشركين بني المصطلق واللي تم تصفيتهم كلهم، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وسبيت النساء وكان منهم بنت اسمها برة بنت الحارث، والحارث هذا كان سيد بني المصطلق. بعد انتصار المسلمين في هذه المعركة قامت فتنة كبيرة بسبب واحد من المنافقين اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، واللي يعتبر رأس المنافقين، قوم هذه الفتنة بين الأنصار والمهاجرين. بس كان في إذن للنبي صلى الله عليه وسلم، سمع كل الكلام اللي قاله عبد الله ابن أبي ابن سلول ونقله للنبي صلى الله عليه وسلم بالحرف. كان شاب اسمه زيد بن الأرقم، بس إن عبد الله ابن أبي ابن سلول أنكر كل شيء وقال لزيد بن الأرقم شيك على إذنك إذا كانت صماء ولا لا، لأن اللي قلته كله خطأ وهذا الشيء أنا ما قلته. جحد كل اللي قال قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا مع عبد الله بن أبي الكثير من قوم. التفاصيل كلها بتلقاها في القصة اللي راحت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل مباشرة من دون أي تراح. مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وأم سلمة والجيش كان، والسبايا كانوا مع الجيش، مشوا الليل والنهار من دون أي تراح. وكانوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة على بعير في غرفة صغيرة تسمى بالهودج، والهودج هذا زي الغرفة الصغيرة تكون فوق البعير، دائما النساء تركب في هذا الهودج. وكانت عائشة رضي الله عنها في الهودج حقها، كانت تناظر في قلادة كانت لابستها، قلادة كانت غالية على قلبها، تمسك هذه القلادة وتتفقدها، وهذه القلادة كانت من اليمن، جت لها هدية من أمها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لها ذكريات جميلة وغالية جدا في قلب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. المهم إن ما شابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلين خلاص تعبوا تعب شديد، الجيش كامل مرهق تماما، لأن ما شابهم مباشرة من دون أي توقف. تخيل أنك تدخل في معركة شديدة تنتصر في هذه المعركة، يعني بذلت جهد كبير، ومن بعدها تمشي 24 ساعة من دون أي توقف، يعني الأمر جدا كان صعب عليهم. بس أول ما وقف بهم النبي صلى الله عليه وسلم ناموا المهاجرين والأنصار تماما، طاحوا نايمين، ناموا كلهم نومة تعب، فكانوا للأنصار ولا المهاجرين فيهم حيل أنهم يتمشكلون، كل واحد حط راسه هنا. بس يوم أدلج الليل واشتدت ظلمته إذا بمنادي ينادي للرحيل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش يصحى ويمشون في الليل، فصحيوا وكل واحد قام يقضي حاجته. وكان من
اللي قضوا حاجتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نزلت من الهودج حقها وراحت تقضي حاجتها. يوم خلاص خلصوا من قضاء حاجاتهم ورجعت عائشة رضي الله عنها وركبت هذا الهودج، مسكت على رقبتها واكتشفت بأن القلادة الغالية على قلبها اختفت تماما، وكأن في أحد انتشل منها القلادة. المهم انهم رفعوا الصحابة هودج عائشة رضي الله عنها ومشوا الجيش كامل، مشوا في الصحراء وتعمقوا فيها، وهم ماشين إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه التعب، يبدأ جبينه يتعرق، وبدأ النبي يسمع أصوات مثل صلصلة الجرس وضرب الحديد في بعض، فكانت هذه هي أصوات الوحي. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصوات الوحي: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي. وكانوا اللي قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون مثل دوي النحل، مثل دوي النحل، الله أعلم إيش هذا الصوت. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل بس أمام الجميع، إلا وناقة النبي صلى الله عليه وسلم بدت تضرب بجيرانها إلى الأرض، يعني تنزل الناقة عنقها إلى الأرض. بعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بإذن الشاب زيد بن الأرقم اللي نقل خبر فتنة المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول زيد بن الأرقم: فأخذ بإذني وأنا على راحلتي حتى ارتفعت من مقعدي ويرفعها إلى السماء وهو يقول: وفت إذنك يا غلام وصدق الله حديثك. لأن زيد بن الأرقم أنكروا حديثه كله، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت كلام زيد بن الأرقم. قال الله سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني فضح الله سبحانه وتعالى كلام عبد الله بن أبي وصار معروف بأنه رأس النفاق. كان ما باقي شيء على المدينة، خلاص بيوصلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يمشي ببعير زوجته، مرة ببعير أم سلمة ومرة ببعير عائشة، يمسك البعير ويمشي به عشان يعدل بين الزوجتين. وهو على هذا الحال يمشي ببعير زوجته انصدموا برياح وعاصفة رملية، عاصفة رملية قوية كانت شديدة جدا. بس بعد ما انتهت هذه العاصفة إلا وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مي موجودة أبدا، القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر من أسرع النيال، يعني كانت غالية جدا عند المسلمين. فبدأوا يدوروا لها في كل مكان يمين ويسار ما لقيوها تماما. فكان من اللي خرجوا ثلاثة من الأنصار وكان معهم واحد اسمه زيد بن اللصت. فكان زيد بن اللصت هذا مشكوك في أمره وهم يدورون. قال زيد هذا لباقي الصحابة: مش قاعد نسوي؟ أين يذهب هؤلاء في كل وجه؟ قالوا له الصحابة: ندور ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاعت. فقال زيد: أفلا يخبر الله بمكان ناقته؟ انصدموا باقي الصحابة وطالعوا فيه: لا في عقله ده انجن؟ إيش ذا الكلام؟ ده منافق اللي طلع معنا ولا إيش؟ قالوا: مجنون أنت، مختل عقليا، قاتلك الله يا عدو الله، نافقت يا عدو الله. ثم أقبل عليه واحد من الصحابة فقال: والله لولا أني ما أدري إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوافق على فعلتي هذه كان أدخلت هذا الرمح في بطنك وأخرجته من الجهة الثانية يا عدو الله، ليش خرجت معنا وهذا في نفسك؟ قال: خرجت لأطلب من عرض الدنيا، ولعمري أن محمدا ليخبرنا بأعظم من شأن الناقة، يخبرنا عن أمر السماء والملائكة والجنة والنار، أفلا يخبرنا أين ذهبت هذه الناقة؟ طالعوا الصحابة في بعض: هذا خلاص منافق ده، تعال. فقاموا كلهم يضربون بكل ما يملكون من قوة، يضربونه ضرب قوي، فكان يحاول يشرد منهم ويفتك، حاول وحاول إلين قدر وافتك وأهرب. فقالوا: والله لا نمشي معك في سبيل أبدا يا عدو الله، ولا يضلنا وإياك ذل أبدا، انقلع، والله لو علمنا ما في نفسك يا خسيس ما صاحبتنا ساعة من نهار، انقلع قلعك الله. هرب من عندهم وشرد إلين وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم واحتمى بالنبي: يعني يا عدو الله فوق إنك منافق وقلت الكلام هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، تحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أقبح النفاق صدق. بس انصدم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافق يسمع: إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله
وقال ألا يخبره الله بمكانها؟ فلا عمري أن محمدا لا يخبرنا بأعظم من شأن الناقة. نقل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بالنص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب إلا الله، وإن الله تعالى قد أخبرني بمكانها، وإنها في هذا الشعب مقابلكم قد تعلق زمامها بشجرة. فراحوا الصحابة لهذا الشعب المقابل لهم، وفعليا لقوا زمامها معلق بشجرة. هذا حصل كلها أمام عيون هذا المنافق. فرجعوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم. انصدم هذا المنافق من اللي شافه، فرجع للي كان معهم اللي ضربوه من الصحابة من الأنصار. راح لهم يركض بأشد سرعته. أول ما وصل لهم لقي ناقته منبوذة، وكل أغراضه وأكله مرمي في الرمال في الصحراء، قد نبذوا كل شيء معهم له. فأول ما شافوه الصحابة جاي من بعيد قفوا بروسهم، ما يبون حتى يشوفونه، يعني حاولوا يصدون عنه. بس يوم زودها وقرب أكثر صاحوا عليه، لا تدنوا منا، انقلع هناك بعيد. فقال لهم اصبروا يا جماعة الخير، خلوني أفهمكم إيش اللي حصل، في شيء صادمني، تكفون أبغى بس أتأكد من الخبر منكم. سمع حوله فقال لهم أستحلفكم بالله، هل أتى أحد منكم محمدا فأخبره بالذي قلت؟ قالوا لا والله ما تحركنا من مجلسنا هذا. فقال هذا المنافق فإني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الجميع، مستحيل يكون صدفة، كل اللي قلته لكم بالحرف علم به رسول الله. ومو كده بس، علمها الله بمكان ناقته. والله إني كنت في شك من محمد، كنت في شك عظيم من شأن محمد، وإني لأشهد أنه رسول الله. والله يا جماعة الخير إن كأن دوبي أسلمت. قالوا له الحمد لله، لموا مع أغراضه وناقته وقالوا له روح لرسول الله يستغفر لك الله. فراح للنبي واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرك الجيش كامل ووصل إلى المدينة، وبدوا ينزلون البضائع ويحطون الأسلحة ويوزعون السبايا من النساء. وكانت بنت الحارث برة هذه اللي حلمت بالحلم هذا كانت من نصيب صحابي اسمه ثابت ابن قيس رضي الله عنه. بس برة كانت لازالت تفكر بالحلم اللي حلمته وإيش تفسير هذا الحلم. إلا ومنادي ينادي هودج عائشة فاضي، أين عائشة؟ وجدوا هودج عائشة رضي الله عنها فاضي، وعائشة مي موجودة ومختفية. فقاموا والجيش كله يدور عن عائشة، يدورون في كل مكان. بس بعد فترة قصيرة من البحث إلا وهم يشوفون بعير مقبل من بعيد، إلا هو صحابي اسمه صفوان ابن معطل يقود هذا البعير ومع عائشة رضي الله عنها. فهنا عائشة رضي الله عنها تحكي بالتفصيل إيش اللي حصل لها بالضبط في طريقها. فتقول كنا زمان خفاف، كانوا النساء زمان خفاف، ما نأكل كثير وأجسامنا خفيفة. في يوم نادى المنادي بالرحيل وقاموا أغلب القوم يقضي حاجته، قمت وقضيت حاجتي زي البقية. بس يوم دخلت الهودج التمست في عنقي العقد اللي كان معي فلم أجده، القلادة اللي كانت في رقبتي اختفت تماما. نزلت من هذا الهودج وفكرت أن الجيش ما بيتحرك إلا بي، لو أجلس شهور كاملة، لو أجلس 6 شهور أبحث عن هذا العقد ما بيتحرك الجيش إلا بي، يعني كنت ماخذ راحتي. فروحت أدور القلادة حقتي في كل مكان، دورت لها في الطريق اللي مشيت منه بس ما لقيتها، فقلت أدور لها عند المكان اللي قضيت حاجتي. فروحت فلقيت فعليا القلادة في مكان قضاء حاجتي، وطلع إنسل من عنقي وأنا أقضي حاجتي. فأخذت القلادة هذه ورجعت مسرعة إلى الجيش. بس أول ما رجعت للجيش انصدمت بأنه لا جيش ولا هودج ولا بعير ولا أي أحد، وليس فيه داع ولا مجيب ولا أسمع صوتا ولا زحرا، يعني الجيش قد تعمق في الصحراء، كلهم راحوا. فمن خفة عائشة رضي الله عنها كانوا يفكرون أن عائشة رضي الله عنها في الهودج، رفعوا الهودج وما لاحظوا أن الهودج خفيف من خف عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة أكيد أنهم بيمشون شويتين ويفقدوني ويرجعون لي. بس المشكلة أن عائشة رضي الله عنها كانت قبل لا تتكلم إذا كانت في الهودج، من عاداتها أنها ما ترد على أي أحد أبدا، وهي جالسة في الهودج إذا أحد كلمها غير النبي صلى الله عليه وسلم تكون ساكتة. فكان الأمر أصعب مما كانت تتخيل عائشة رضي الله عنها. بس الله سبحانه وتعالى أنزل في قلبها الطمأنينة حتى إنها بدت تنعس في مكانها، فتقول فألتفع بثوبي واتجعت وعلمت أني إن فقدوني رجعوا إلي. نمت نوم عميق، وفي ذاك الوقت كان في صحابي مشهور بأن نوم عميق ونوم ثقيل شويتين يتأخر في النوم عادة. كان هذا الصحابي
اسمه صفوان بن المعطل، وقيل بأنه هو الشخص اللي يتأخر دائما عن القافلة عشان إذا طاح منهم شيء يلم معه في الطريق. يعني القافلة تمشي قدام وواحد وراء يلم الأشياء اللي تطيحها القافلة. المهم إنه يقول صفوان: كنت ألحق بالجيش، بس وأنا ألحق بالجيش شفت سواد إنسان بمنطق، فقربت فإذا بها أم المؤمنين عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: وأنا متلفعة استيقظت باسترجاع رجل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فتحت عيوني فإذا بصفوان، وكان صفوان قد شافني قبل ما يفرض علينا غطاء الوجه. تقول: خمرت وجهي بملح، يعني غطيت وجهي بملح، ونزل صفوان بعيرة عشان تركب. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما كلمني كلمة غير أني سمعت استرجاعه حين أناخ بعيرة فقط. فركبت معه والحقنا بالجيش ونقطع الطريق والصحراء حتى وصلنا إلى المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما وصلت من السفر ومن تعب السفر وشدة السفر مرضت مرض شديد، مرضت مرض غير طبيعي، فكنت إذا اشتكيت من مرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويرحمني ويجلس عندي عادة. بس هذه المرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متغير، مو بأسلوب اللي دائما أعرف، فكان مع مرض شديد يدخل علي فيسلم ويقول: كيف تيكم؟ يعني حتى ما يقول اسمها، يقول: كيف تيكم؟ كيف تيكم؟ رسول الله ما كان يعاملني كذا، ايش اللي جالس يصير؟ النبي صلى الله عليه وسلم متغير علي والمدينة كلها فيها حاجة يعني. بس الغريب ان ابوي ما قالوا لي شيء، وكانت معاملتهم معايا عادية تمام، بس النبي صلى الله عليه وسلم متغير مو بهو اللي انا اعرفه. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا قوما عربا لا نعرف الوضوء في البيوت، يعني ما كان في حمامات في البيوت، كنا نعافها ونقدرها. فالعرب زمان ما كانت في بيوتهم حمامات تمام، وكنا نخرج إلى المناصع بين المغرب والعشاء لحاجاتنا، مناطق في الليل يروحوا لها النساء عشان يقضون حاجاتهم فيها. فذهبت ليلا ومعي امرأة تونسني، كان اسمها أم مصطح، وكانت أم مصطح هذه متلفعة بمراطها، متلفلفة في زي اللحاف، كان اللحاف هذا طويل، وهي في الطريق دعست على طرف اللحاف هذا وطاحت. فأول ما تعركست وطاحت دعت على ولدها، ولدها كان اسمه مصطح، فقالت: تعس مصطح. تقول عائشة: استغربت أمرها، فقلت: بئس لعمر الله ما قلت، تقولين هذا لرجل من أهل بدر ومصطح حضر معركة بدر. فردت عليها أم مصطح قالت: ما تدرين إيش قال ولدي عنك وقد تكلم فيك وقال اللي قاله؟ تقول عائشة: قلت: ماذا تقولين؟ فقالت: إن أهل المدينة كلهم يتكلمون في عرضك يتكلمون في شرفك، ويعتقدون بأن مجيئك مع صفوان كان بسبب شيء فعلتموه سوا. حاشاها رضي الله عنها أم المؤمنين. تقول: كنت أبا أقضي حاجتي، بس من الصدمة اللي واجهتني خلاص ما قدرت حتى أروح أقضي حاجة، ذهب عني كل ما كنت أجده، وطحت في فراشي مريضة مرض أشد مما كان بي، فاجتمع علي الحزن والهم والمرض والوحدة. تقول: فما زلت أبكي ليلي ويومي، ما وقفت من البكاء طول يومي وأنا أبكي. بس كانت عائشة رضي الله عنها مستنكرة سكوت أبوها وأمها، كيف خبر مثل هذا يطلع ولا يقولون؟ في يوم من الأيام دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وقال: كيف أتيكم؟ فردت عائشة رضي الله عنها السلام وقالت: إئذن لي أذهب إلى أبوي، أبغى أروح لأمي وأبوي. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها أنها تروح لأمها وأبوها، فلمت نفسها وأخذت اللي تقدر عليه واتجهت لبيت أبوها أبو بكر. دخلت عليهم البيت وأول ما شافت أمها، فقالت عائشة: يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به وذكروا ما ذكروا ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. فقالت أمها: يا بنية اخفضي عليك الشأن، هوني عليك واجلسي، فوالله ما كان جارية حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها القالة، ما في بنت في مثل حالك إلا وكثر عليها الكلام، بس هوني عليك. هنا تأكدت عائشة رضي الله عنها اللي انقال كله صحيح، فقالت: سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا كله. تقول: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم، ما قدرت تنام من شدة التعب والحزن. عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يتطاول في كلامه على أم المؤمنين، وبدأ ينشر الإشاعات بكل مكان، وأذنابه من المنافقين ينشرون الإشاعات في كل مكان وفي كل بيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومكروب كرب عظيم، وقد وصل عبد الله بن أبي من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل، والقذف من المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشة من كل مكان. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لمولاة عائشة يسألها عن عائشة لأنها كانت قريبة جدا لعائشة، كان اسمها بريرة، كانت دائما مع عائشة وتعرف عائشة مصبوط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريرة، أي امرأة تعلم
العالمين عائشة. قالت بريرة: هي أطيب من طيب الذهب. والله هي أطيب من طيب الذهب يا رسول الله، والله ما أعلم عليها إلا خيرا. والله يا رسول الله لئن كانت على غير ذلك لا يخبرنك الله عز وجل بذلك. بس عشان أكون صادقة يا رسول الله، عندها شيء واحد بس، إنها ترقد عن العجين وتنسى منه، تنسى من العجينة حتى تأتي الشاه فتأكل عجينها. فوالله إني قد حذرتها أكثر مرة من هذا الشيء، بس عشان أكون صادقة معك. اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بس يبغى يتأكد أكثر وأكثر. فراح وسأل زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وكان بين زينب وعائشة رضي الله عنها غيرة، لأن ما كان في أحد ينافس عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب، فكانت الغيرة بين زينب وعائشة كبيرة. بس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ماذا علمتي على عائشة؟ قالت زينب: يا رسول الله، حاشا سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا خيرا، والله ما أكلمها وإني هاجرتها، ولكني والله ما كنت أقول إلا الحق. اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بس عبد الله بن أبي قذفه ما وقف، وأذنابه ما وقفوا الكلام أبدا، فكان شغال من أول شب الفتنة بين المهاجرين والأنصار، والحين مبسوط في الكلام اللي طلع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف إنه يقذف من كل مكان. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وبعدها قال: من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي، يقصد بها عبد الله بن أبي بن سلول، لأن زودها مرة وكلامه زاد عن حده. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويقولون لرجل والله ما علمت على ذلك الرجل إلا خيرا، يقصد صفوان رضي الله عنه اللي جات عائشة رضي الله عنه معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان يدخل بيتا من بيوتي إلا معي، ويقولون عليه غير الحق. قام واحد من الأوس وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن يكن من الأوس آتيك برأسه، وإن يكن من أخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك نمضي لك. أوه، عبد الله بن أبي كان من كبار الخزرج، كان خزرجي، وكلمة الأوسي ذي ما أعجبت الخزرج أبدا، خاصة أن الأوس والخزرج كان بينهم حرب وعداوة شديدة قبل الإسلام. فقام واحد من الخزرج وقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنه من الخزرج، ولو كان من الأوس ما قلت ذلك، ولكن باقي في قلبك العداوة اللي كانت بيننا وبينكم في الجاهلية، وقد محى الله ذلك. كل هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكأن الشيطان دخل بين الصحابة. فقام الأوسي وقال: كذبت والله، لنقتلنه وأنفك راغم، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، والله لو نعلم ما يهوى رسول الله ذلك في قوم منا ما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى آتيه برأسه، ولكني لا أدري ما يهوى رسول الله. شبت الفتنة بين الصحابة كلهم والنبي على المنبر، وبدأ الأوس والخزرج ينفصلون عن بعضهم وكل واحد ينحاز إلى قبيلته، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بينهم. فقام الخزرجي وقال: تأبون يا آل أوس إلا أن تعودوا للعداوة اللي كانت بيننا في الجاهلية، والله ما لكم بذكرها حاجة، لا تستطيعون علينا، وإنكم لتعرفون لمن كانت الغلبة في معركة بعاث وقد محى الله بالإسلام ذلك كله. فقام الأوسي وقال: بس إنك تعرف من غلب يومها يا خزرجي. كانت الغلبة للأوس، فبدت الفتنة تصعد بينهم صعود كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على منبره، وبدوا يصطفون للقتال، وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فجأة إلا وصوت سيف يخرج من غمده وصياح في صفوف الخزرج. إلين هنا ما وصلنا لنهاية قصة اليوم، لأن راح يكون في جزء ثاني بإذن الله. نشوفكم إن شاء الله بعد العيد إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. إلين هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدك الغيث إذا الغيث هما، يا جمال الوصل بالأندلسي، مضينا نبذل الخير وما نمت الأعين عند الغنسي.